الجريت سافنس فين ده، اللي هو الفين اللي اكبر فين موجود في السوبرفيشال فاشيا اوف ذا ساي اهو. الفين ده مهم جدا وبينزل في الامتحانات كتير، لان ده اللي بيحصل فيه ستاجنيشن اوف بلاد، يعني الدم بيتجمع فيه وبيكون بيعمل لي اللي هو الاستاجنيشن اوف بلاد، ده اللي بيخلي بيحصل دوالي الفاريكوز فينز في اللور ليم، يعني الدم اتجمع فيه كتير، بتبتدي اورده صغيره بتبتدي تبان وشعيرات دمويه بتبان في الرجل خصوصا بتاع الفيميلز، وده اللي بيسموه الدوالي او الفاريكوز فينز. الجريت سافنس فين ده بيبتدي فين؟ قال لك هنا في على الدرسه بتاع الفوت ارش اهو، قوس اسمه دورسال فينس ارش، من الميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش مع فين على الميديال سايد اوف ذا بيج تو، ده الصباع الكبير اسمه بيج تو. فالفين ميديال اند بتاع الدورسال فينس ارش مع الفين اللي على الميديال سايد بتاع البيج تو يتكون الفين اللي هو اسمه جريت سافنس فين. الجريت سافنس فين بيمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت، وبعدين بعد كده بيطلع هنا along هنا هو بيبقى in front of the medial malleolus، الحتة دي اسمها medial malleolus، هنا هو هنا اللي هي دي اسمها medial ايه malleolus، هو جه على medial side of the foot dorsum of the foot وجه in front of the medial ايه malleolus. يجي هنا هيلاقي العظمة دي اللي اسمها tibia، هيمشي على ال medial side او على ال medial surface of the tibia، هنا كل السيرفيس ده سيرفيس اوف ذا تيبيا وده سب كوتينس، هيمشي على الميديال سيرفيس اوف ذا ليج وان هو او على الميديال سايد اوف ذا ليج او الميديال سايد اوف ذا تيبيا لحد الني جوينت اللي هو مفصل الركبه، هنا هيمشي على الميديال سايد اوف ذا ني، وبعدين في الثاي بقى هيطلع ابورز اند لاترالي، يعني يطلع هنا طالع على فوق بس هنا كان ماشي على الميديال سايد، وبعدين فرونت of the medial malleolus وبعدين على الميديال سايد هنا، بعدين هيطلع upwards and ايه laterally. لما يوصل هنا لفتحه دي اسمها saphenous opening، هيوصل هنا لفتحه اسمها ايه saphenous opening، الفتحه دي موجوده في الديب فاشيا اسمها saphenous opening، بيعمل هوك على المارجن بتاع saphenous opening. saphenous opening دي ليها مارجن اهو اسمه falciform margin، فده بيعمل هوك على الفالسيفورم مارجن ويصب في الفيمورال فين. يبقى ده الجريت سافنس فين ابتدى من الميديال سايد اوف ذا دورسال فينس ارش مع الفين على الميديال سايد اوف ذا بيك تو، يمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت ان فرونت اوف ذا ميديال مالولس على الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا على الميديال سايد اوف ذا ني، يطلع ابورز ان اوت اند لاترالي، يوصل هنا للفالسيفورم ايه مارجن، يعمل هوك على الفالسيفورم مارجن ويصب في الفين ده اللي بيسموه الفيمورال فين. مهم جدا نعرف التريبروتريز اوف ذا جريت سابرس فين، يعني ايه تريبروتريز؟ يعني ايه الفينز الصغيره اللي بتصب في الجريت سافرنس فين؟ افتكر انا حاجه كان في عندي هنا ثلاثه ارتريز، فاكرين لما كنا بنتكلم على الارتريز كان في ارتري هنا اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك، وده كان ارتري اسمه سوبرفيشال اكسترنابودندال، وكان في ارتري ثاني اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك، معاهم فينز، فادي الفين سوبرفيشال ايبيجاستريك فين، وبعدين ده سوبرفيشال سيركمفليكس الياك فين، وده سوبرفيشال اكسترنال بودندال فين، كل الثلاثه فينز دول يصبوا في الجريت سافنس ايه فين. يبقى هنا اول حاجه بيستقبل سوبرفيشال سيركمفليكس الياك فين، سوبرفيشال ابيجاستريك فين، سوبرفيشال اكسترنال بودندال فين، استقبلهم. ايه كمان بيستقبل؟ كل الفينز السوبرفيشال فينز الصغيره اللي موجوده في بقيه اللور ليم، نمره اتنين بيعمل كوميونيكيشن جريت سافنس فين ده مع هنا في الكالف اللي هي سمانه الرجل من ورا من هنا اسمها الكالف، فهنا بيعمل كوميونيكيشن مع فين موجود على الكالف اسمه سمول سافنس فين، يبقى ده بيعمل كوميونيكيشن مع فين اسمه سمول سافنس فين. كمان وهو ماشي ده سوبرفيشال، ده فين موجود في السوبرفيشال فاش في الفات السوبرفيشال فاتي اللي بيعمل فينز بيرفوريتنج فينز هنا اهو او كوميونيكيتنج فينز بتخترق الديب فاشيا
وبتصب في الديب فينز اوف ذا لور ليم. يعني هنا بتخترق الفينز دي وتصب في الديب فينز اوف ذا لور ايه ليم. يبقى لما نيجي للتريبروتريز اوف ذا جريت سافرنس فين، سوبرفيشال سيركمفلكس ايلياك فين، سوبرفيشال ابيجاستريك فين، سوبرفيشال اكسترنال بودندال، كوميونيكيتنج فين وذ ذا سمول سافرنس فين اللي هو بيبقى ورا، كوميونيكيتنج فين وذ ذا ديب فينز اوف ان ذا لور ايه ليم. المنظر ده ادي المنظر اهو، بص ادي زي ما احنا شايفين الجريت سافرنس فين اهو، وشوف الدايركشن بتاع البلاد ماشي ازاي اهو. هنا زي ما احنا شايفين على فكره في فالفز، طول ما انت ماشي على الجريت سافرنس فين بتسمح للدم يمشي في اتجاه واحد من اللور ليمب لحد ما يصب في الفيمورال فين، يعني بيسمح للدم انه يتجه من اسفل الى اعلى. لكن لو الدم جه اتجه من اعلى الى اسفل، لا الفالفز الصمامات توقفه. عشان كده لما الصمامات تبوظ هو ده اللي بيحصل للفاريكوز فين. فده الجريت سافنس فين اهو، وادي موقعه بالنسبه للني، ادي الني جوينت ورا، ادي هنا اهو، ادي الني جوينت هنا، ادي الجريت سافنس فين اهو، وادي هنا اهو اسندنج هنا ابورز اند لاترال اهو، جه هنا ابورز اند لاترالي، وجه صب هنا اهو على جه عند الفالسيفورم مارجن وصب في الفيمورال فين. ادي هنا اهو برضو نفس ده الجريت سافنس فين اهو، وبعدين صب في الجريت سافنس فين، صب في الفيمورال ايه فين. خد بالك هنا ادي بالنسبه للني، هو هنا كان على الميديال سايد اوف ذا ني جوينت، يعني ادي الني جوينت اهو، هو ماشي بعد ما طلع جه على ان فرونت اوف ذا ميديال مالولس، جه على الميديال سايد بتاع التيبيا، جه على الميديال سايد بتاع الني جوينت اهو. ادي شوف بينه وبين الني قد ايه، يعني كف ايد اهو بينه وبين الني، ادي الني هنا وادي الجريت سافنس فين، وبعدين طلعوا ابورز اند ايه لاترالي، وعمل هوك على الفالسي فورم مارجن بتاع السافنس اوبننج، صب هنا في الفين ده اللي اسمه فيرمورال فين. ادي برضو الجريت سافنس فين، كل دول التروبروتريز. ادي هنا ادي الفين ماشي اهو، وزي ما احنا شايفين اهو بيصب هنا في الفيمورال ايه فين. ده الجريت سافنس فين، والدايركشن بتاع البلاد دايما من تحت لفوق. ليه؟ في صمامات بتسمح للدم يمشي من تحت لفوق، لكن ما تسمحش للدم انه ينزل من فوق لايه لتحت. الابلايد اناتومي هنا اللي هو لما يسالك على الابلايد اناتومي يعرف، عايزه يعرف او عايز يعرف منك ان لما بتبوظ الفالفز اللي جوه او الصمامات اللي جوه هذا الفين بيحصل فاريكوز فينز، بيحصل دوالي في الساق. يبقى المفروض ان الاورده ما تبانش غير، ما يبانش غير الجريت سافنس فين. لكن اللي عنده دوالي في الساق الجريت سافنس فين بيرجع فيه الدم، تبين الاورده الصغيره اللي احنا شايفينها اللي هما سوبرفيشال ايبيجاستريك وسوبرفيشال اكسترنال بودندال وسوبرفيشال سيركمفلكس، يبتدوا يبانوا هنا ويحصل تفرعات، تلاقي الرجل مزرقه قوي. ودي بتحصل طبعا، ممكن تحصل في الستات طبيعي ساعة ايام في الشهور الاخيرة من الحمل، لكن عادة بتخف بعد الولادة. لكن لو فضلت يبقى ده حصل في هذه الحالة فاريكوز فينز، اللي هي دوالي في الفينز بتاع السر.